من عجبك في ظل سطوة ميليشيات مسلحة وأحقاد طائفية واحتلال أجنبي، تحول العراق إلى جحيم لم يكتفي الموت من أجساد أبنائه، ولم يرتدع بعد من وشى كذبا على العراقيين وزهق أرواحهم دون محاكمات عادلة. مخبر سر احنا علينا، احنا شنو؟ احنا يهود؟ احنا مين؟ المجرم بالشارع والبريء جوا، ليش؟ شنو ذنبنا؟ منذ تغلغل الاحتلال الأمريكي في العراق وضع حجر الأساس لنظام المخبر السري، وهدفه الإبلاغ عن تحركات المقاومة العراقية ومنفذي العمليات ضد قوات الاحتلال، وهو ما ورثه نوري المالكي لاحقاً واستخدمه بحجة تحصيل المعلومات الأمنية، لكن هدفه كان إلصاق التهم بأشخاص ومن ثم زجهم في المعتقلات تحت ادعاءات لا تخضع للمنطق أو القبول العقلي، كما هو الحال القانون رقم 4 إرهاب الموجه ضد السنة في العراق. ابني هسه بريء نايم بالسجن صار له 9 سنة. في المقابل منح المخبر السري مكافآت مالية لتقوم بعدها الأجهزة الأمنية بملاحقة من استهدفهم دون أن تتأكد من صحة المعلومات والأنباء التي تصلها. عمل مئات المخبرين السريين في العراق منذ بدايته كان عبارة عن وشايات بسبب عداوات شخصية أو أوامر باستهداف أشخاص محددين، ولا توجد أرقام رسمية حول ضحايا نظام المخبر السري في العراق، لكن سياسيين وحقوقيين يتحدثون عن عشرات الآلاف من الذين تم الزج بهم في السجون دون تقديمهم للمحاكمة بسبب المعلومات التي قدمها مخبرون سريون خاصة بين عامي 2008 و2014. كنت تعرضت للكهرباء والتعليم كثير، تعرضت للتعليم كثير، وهالساعة الصحية بدأ اثنين سجن حوالي الحرم، حوالي ساعة في قصر قصر، يقول لي أنه يجي على المستحيل، يهددني يقول لي لا تشتكي على هالقانون، إذا لا يقول لي لا كنت أقول يا مطار، وهو هذا الصار لي. وما زالت هذه الآلية متبعة ولم تنتهي أساساً، إذ منح ضباط وقادة ميليشيات صلاحية التعاون مع مخبرين محليين، وهو ما يمثل وجهاً آخر للمخبر السري الذي تترتب على معلوماته اعتقالات عادة ما يتخللها، تحقيق يستخدم فيه مختلف وسائل التعذيب والضغط النفسي التي يتعرض لها المعتقلون بشكل ممنهج ومعروف داخل أقبية السجون حيث السواد والظلم والإجرام.